حبيبي حياك الله وتحية لك وتحية جميع المتابعين. وبالفعل يعني احنا نستمتع مع الرياضة بشكل عام، والآن احنا اليوم يعني خلاص بدأنا ساعة الصفر، وان شاء الله الافتتاح يكون اليوم، وان شاء الله نتمنى ان تكون النسخة الأجمل في كأس العالم هي نسخة قطر. وللأمانة يعني الأجواء خيالية، أجواء رائعة، وكل التوفيق للمنتخبات العربية، تونس والسعودية وقطر والمغرب في هذا المونديال. وإن شاء الله نفس ما قال سمو الأمير الشيخ تميم إنه يكون مونديال لكل العرب، وإن شاء الله يكون مونديال ناجح يا رب إن شاء الله. والله إن شاء الله يعني متفائلين خير إن شاء الله إن المنتخبات على الأقل تروح بعيد في هذه البطولة، واستعداد مميز. وأعتقد وصلنا إلى مرحلة بالنسبة للاعبين العرب اللي أصبحوا يحترفون في أوروبا في دول كثيرة. أعتقد هذا الاحتكاك يعطي فرصة كبيرة أن نشاهد إن شاء الله منتخبات إن شاء الله عربية تفرحنا إن شاء الله يا رب. كل التوفيق لهم جميعا يا رب. والله شوف مجموعة يعني مش سيئة لتونس، يعني عندها فرصة إن شاء الله. يعني الدنمارك ممكن الفريق اللي نعتبره متوازن ممكن، وتكون فرصة كبيرة. فرنسا منتخب ممكن يكون مميز يعني كالعادة بطل الكأس العالم النسخة الأخيرة، ولكن أعتقد فرصة تونس ستكون كبيرة. لو قدر يجمع 4 نقاط راح تكون له فرصة للتأهل إن شاء الله يا رب. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.